تشاهدوا السفن من جميع أنواع البضائع والسلع، سواء كانت مواد غذائية موجودة بالك أو قمح ودقيق والزيوت، وأيضا الحاويات التي تحوي على العديد من البضائع. طبعا هذا الوضع جديد، وإن خلال الفترة الماضية كان هناك إشكالية كبيرة، كان البينة لا يوجد فيه إلا سفينة أو اثنتين. الحمد لله الآن كل الأرصفة مليئة بالسفن. بمشيئة الله تعالى أن هذا الأمر يسهل عملية وصول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تنتقل بدل الكلفة العالية التي كانت تأتي من موانئ أخرى تحط في أجور النقل إلى على السلعة نفسها أو البضاعة. هذا الأمر سيكون بالتأكيد.